في شيء غامض انا بتامر عليه. ناس بتراقبني وحدا بيبعث لي رسائل تهديد ونايا بتكذب علي. تصوروا انه نايا كانت عم تعمل شغلات من ورا ظهري رغم انه هي كانت تحت نظري 24 ساعة. بشو كانت عم تفكر وهي عم تشتري سيارة سرحان خضري؟ بمصاري مين؟ نايا كانت عم تخبي مصاري من ورا ظهري رغم انه انا ما كنت مقصر عليها بشيء. مين هذا فادي فريد؟ على اي اساس عم يسوق السياره اللي اشتريتها نايا من سرحان خضري؟ يعني هو معه نسخه من المفاتيح؟ ما بقدر افهم ليش كل هالسنين ما قدرت تحبك نايا. نايا؟ ما كان اسمها نايا؟ انا بالأذن حاسس حالي تعبان شوي ولازم رح ارتاح. كان نهار طويل، إذا احتجت أي شيء اتصل فيه. جبران شو صار لك؟ شايفة هالحظ يا ملاك؟ ما صدقنا رجع لطبيعته وتجاوز الأزمة. كيف عم يتصرف؟ يخوفي نرجع معه لنقطة الصفر. يا رب من هون اجتنا هالشغلة. ملاك ما تتركي لوحده. وأنت كمان لا تتركني لحالي. طيب أوكي، رح أعمل تليفون صغير وبرجع. ما فيك تعمله من هون؟ ما رح أتأخر منك.